السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة نور خديجة شانيل. اليوم البنات غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال البغرير سهلة وناجحة 100% ان شاء الله. البنات غادي نحتاجوا في المقادير البنات كاس العنبة ديال الدقيق الابيض الفرص نعولي يكون زوين، جوج كيسان سميدة رقيقة بزاف نحتاجو معلقة صغيرة ديال الملحة، غادي نحتاجو معلقة مسوحة كبيرة ديال الخميرة ديال العجينة، وخنيشة ديال خميرة ديال الكاطو بيكينغ باودر. البنات غادي نعبرو كذلك 3 ديال الكيسان ديال العنبة ديال الماء الدافي. البنات غادي نبداو على بركة الله، غادي نديرو جوج كيسان عنبة سميدة، كاس دقيق الفرص، غادي نخلطو مع بعض العناصر هادي. البنات غادي نزيدو مليحة، ملح البنات وخميرة ديال العجينة. البنات غادي نخلطو مزيان، غادي نزيدو دابا غادي نعبرو نزيدو الماء الدافي 3 ديال الكيسان، ونص الاخر من بعد نزيدو البنات. من بعد البنات غادي نديروه في التراب الكهربائي، غادي نديروه البنات مازال ما درناش خنيشه ديال لوفيغ شيميك حتى من بعد. هانتوما معايا دابا، وغادي نديرو فيه هذا الخليط هذا، لا تصدقوني كتجي طريقة ناجحة 100% ان شاء الله البنات الا تبعتوني درتو نفس المقادير نفس الطريقة، سورتو تجي ناجحة البنات. دابا نسدو عليه، مازال مزدناش هداك نص كيس ديال الما، غادي نزيدو من بعد. بسم الله
كذلك البنات خميرات بيكينغ بودر البيور شيميك البنات. البنات كنخليو هاد الخليط هذا البنات ماشي سخون بزاف راه بما غادي نخليو واحد 5 دقائق البنات 5 مينوت فقط يرتاح ونرجعو ان شاء الله. رجعنا شوفوا راه خلينا واحد 5 دقائق داير حقاش عندنا الجو ماشي سخون بزاف بعد تكون كان عندنا الجو سخون ما غاديش نخليه البنات غادي دابا نهزو غادي نرفعو السخونيه مجهده نديرو غبريره ديال الخيط وجهد على ما يتقطع كامل البنات ونرجعوا ان شاء الله نقصوا عليه البنات باش يكملوا عليه هذه الطريقه كتشوفوا البنات راه كثير ناجح حال البنات هذه الوصفه هذه ديال اليوم وجد غادي نديرو في الطبق النهائي ونقدم لكم بالصحه والراحه ان شاء الله. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم البنات تكون عجبكم وكنتمنى كذلك تشتركوا معايا في قناه نور خديجه شانيل وان شاء الله ندير لكم وصفات جداد وبنان وزوينين بزاف وكنتمنى تكونوا على خاطركم ديالنا وجد ساليناه وكنقدم لكم هاد البغرير ان شاء الله بالصحه والسلامه البنات وكنتمنى اعجابكم وتكونوا على خير وبخير وان شاء الله تشوفوا فيديوهات ديالي جداد كنتمنى تديروا لي لايك وجيم وتبارطاجيو هاد الوصفه ديال اليوم البنات مع الاحباب والاصدقاء البنات كانت عندي المقيله المقلاة ماشي ثالث ما ولكن الحمد لله خرج لي هذا البغدا زوين وخفيف بزاف ها نتوما كتشوفوا خفيف ومحمر راه عندي كان عندي مشكل في هذه البلاصه هذه في المقله هكا باينه كما كتشوفوا ولكن ما عليش جا زوين في المذاق وفي الشكل ديالو ومثقب وبنين بنين دقت وحيده بنين وخفيف بزاف جازوين البنات كنتمنى يعجبكم وتشتركوا معايا
ديروا بارطاجي مع الاحباب والاصدقاء وان شاء الله ديروا لي كومونتير الى عجبتكم هذه الوصفه ولا كاينه شي حاجه بغيتوا تبدلوا فيها ولا ممكن تكتبوا لي كومونتير البنات ونستافد منكم وتستافدوا مني ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.